جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكابر نصارى نجران وحكامهم في عام الوفود، وهو السنة التاسعة من الهجرة، في وفد من أهل نجران. ونجران مدينة بين مكة واليمن، وقد جاءوا يريدون ملاعنة النبي صلى الله عليه وسلم. والملاعنة هي المباهلة، وهي أن يدعو كل واحد من المتلاعنين على نفسه بالعذاب على الكاذب والمبطل. فخاف أحدهما وقال لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا ذريتنا من بعدنا. فامتنعوا عن الملاعنة وتصالحا مع النبي صلى الله عليه وسلم على مال يدفعونه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. وهذا تجديد وتأكيد على أمانته. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلبهم وقال لهم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. وهذا تأكيد على أمانة من سيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الصحابة هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغب الناس في أن ينالوا هذا الشرف وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ووصفه للرجل المختار بالأمانة، وليس حرصا على الولاية والمسؤولية والجاه والوجاهة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال: هذا أمين هذه الأمة. وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة، وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، ولكن كما قال بعض العلماء، ولكن لكونها غالبة بالنسبة إلى سائر صفاته رضي الله عنه.